التاني في الكتاب، وهندخل بإذن الله في الفصل الأول اللي هي تحديد مشكلة البحث وصياغة الفروض. تحديد مشكلة البحث، احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان تحديد مشكلة البحث هي اهم خطوة في البحث، لانها بتوصلنا لنص الحل. يعني احنا لو عندنا خطأ في ان احنا نعرف المشكلة، هيترتب عليه خطأ في المراحل الجاية من الصعب ان احنا تداركها او من الصعب اصلاحها. طب قبل ما نتكلم عن تحديد المشكلة، هنتكلم في فصل بإذن الله ده عن تحديد المشكلة، هنتكلم عن الفروض، هنتكلم عن النماذج. قبل ما ندخل في تحديد المشكلة، عندنا عوامل وشروط يجب توفرها حتى يكون عندنا مشكلة. ايه هي العوامل او الشروط المهمة اللي هم اربع شروط الموجودة عندكم ده؟ هي اول حاجة وجود حالتين، احداهم حاضرة والاخرى مرغوب فيها. قلنا اول شرط تواجد المشكلة التسويقية، وجود حالتين يواجهها الفرد، حالة حالية وحالة يرغب فيها الانتقال اليها. ده معناه ايه؟ ده معناه لو كان مثلا معدل المبيعات عندنا في المنظمة بتاعتنا 15%، وكانت في المنظمات المنافسة عندنا مثلا 20%، يبقى الحالة الحالية عندنا هي ايه؟ هي انخفاض في الحصة البيعية. طب الحالة المرغوب فيها او الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها هو زيادة الحصة البيعية، يبقى لازم يكون عندنا ايه؟ لازم يكون عندنا تباين واختلاف ما بين الحالتين. لازم التباين والاختلاف ده بيكون موضح، بيكون محدد بشكل كبير جدا، عشان نقدر نتخذ القرار وننتقل من الحالة اللي احنا موجودين عليها دلوقتي الى الحالة المرغوب فيها. يبقى دي اول حاجة عندنا، او اول عوامل او اول شروط وجود مشكلة اصلا. طيب تاني حاجة عندنا دراية الباحث بحالة التباين ما بين الحالة الحاضرة والحالة المرغوب فيها. يبقى لازم الباحث يكون عندنا على وعي، على ادراك، على دراية ان في مشكلة. بيقولك لكي يتمكن الباحث من اتخاذ القرار لحل المشكلة، يجب ان يكون هناك دراية بكل ما يخص منظمته وما يدور. ما يعرفش لو هو اساسا ما يعرفش مثلا نسبة المبيعات كام او الحصة البيعية كام في المنظمة بتاعته، مش والمنظمات المنافسة عندها الحصة البيعية كام، مش هيقدر ينتقل، هو اساسا ما عندوش المعلومة دهيت. يبقى لازم يكون عنده دراية بكل ما يخص منظمته وما يدور في المنظمات المماثلة. مش بس تباين، مش بس دراية ووعي، لا، لازم يكون عنده رغبة في الانتقال من الحالة الحاضرة للحالة المرغوب فيها. يبقى يجب ان يتوفر لدى الباحث او رجال التسويق رغبة في الانتقال من الحالة الحاضرة، الحالة اللي هو موجود عليها دهيت، الى الحالة المرغوب فيها حتى يتخذ القرارات التسويقية الصحيحة. يعني معنى ذلك ان هو لو كان الباحث او كان رجال التسويق لا يرغب في هذا الوضع او مش عايز ينتقل، يبقى لا يستطيع اتخاذ او مش هيتخذ القرارات التسويقية اللي بتؤدي الى ارتفاع المعدل الحالي. يعني عنده الرغبة انه هو عايز يغير. طيب في عندنا كمان توافر الموارد والامكانيات اللازمة لحل المشكلة. لازم يكون عندنا توافر في رأس المال، لازم يكون عندنا المهارات. رجال البحث التسويقي دهوت او رجال التسويق عندهم مهارة، عندهم خبرة، عندهم فلوس، عندهم امكانيات مادية عشان يقدروا ينتقلوا من الحالة الموجودة فيها دهيت الى حالة افضل، لانه ما كانش عنده الموارد دهيت مش هيقدر يتخذ قرار بيغير فيه من الموقف الحالي. خلاص، يبقى دي الشروط الواجب توفرها عشان يكون عندنا مشكلة اصلا. عندنا تحديد المشكلة، عندنا نوعين من المشاكل. قبل ما نتكلم في تحديد المشكلة ونعرف المشكلة، لازم نعرف ان احنا عندنا بيكون عندنا في المنظمات نوعين. في عندنا مشاكل محددة الابعاد والجوانب،
المشاكل ده هي بتكون محددة إلى درجة كبيرة، ما بيكونش عندنا فيها مشكلة. طيب يبقى أما نيجي نقول إن تحديد المشكلة، إحنا قلنا إن هي الخطوة الأكثر أهمية في خطوات البحث التسويقي. طيب المشاكل اللي بتكون محددة بتكون بيكون هدف البحث واضح، تكون نوعية المشكلات اللي بيحتاجها واضحة، وبالتالي لا تحتاج إلى دراسة استطلاعية. طب إيه هي الدراسة الاستطلاعية قبل ما نكمل؟ الدراسة الاستطلاعية هي المراحل الأولى في أي بحث علمي بيقوم به، هي اللي بترتكز عليها الدراسة الميدانية. هي الدراسة اللي هدفها التعرف على المشكلة فقط. لما تكون المشكلة ده هي جديدة أو ما عندناش معلومات كافية أو مع معلوماتنا ضئيلة عنها. طيب يبقى الدراسة الاستطلاعية مش مهمة قوي لما تكون الأبعاد والجوانب معرفة تعريفا دقيقا، وإنما بننتقل مباشرة إلى البحث الاستنتاجي، زي إن احنا مثلا نضيف منتج جديد إلى مزيج المنتجات الحالية، مش ضروري نعمل لها دراسة استطلاعية. إعادة النظر في السعر، المشكلة محددة، احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نشوف السعر احد المنتجات. نيجي نشوف فتح منتج جديد للتوزيع، يبقى عندنا المشكلة واضحة ومحددة. امتى بنستخدم او بنحتاج الدراسة الاستطلاعية؟ في المشاكل المعقدة او الغامضة او الغير محددة الابعاد، عندما تكون المشكلة غير واضحة غير محددة المعالم، احنا مش عارفين المشكلة ده هي سببها ايه، يبقى من الصعب وضع تصور شامل لها او ما تحتاجه من بيانات او معلومات، وبالتالي من الصعب تصميم البحث الاستنتاجي اللي بيسير عليه الباحث بدون ان يكون هناك دراسة استطلاعية اولا. زي مثلا لما نقول انخفاض ارباح في الفترة الأخيرة دهيت، إيه سببه؟ هل سببه مثلا كفاءة نشاط الإنتاج؟ هل سببه العاملين ما بيشتغلوش كويس؟ طب لو العاملين دهوت، يبقى مثلا العاملين دهوت مش مدربين، لا ما فيش عندنا، ما بياخدوش الحوافز الكافية عشان يشتغلوا. طب لو ما كانش مثلا كفاءة العاملين، هيبقى مثلا كفاءة الأنشطة التسويقية في المنظمة، بمعنى عدم تناسب المنتجات مع أذواق المستهلكين. يبقى لازم نعرف ايه السبب. لو كان مثلا الإنتاج، يبقى مثلا ما عندناش رسالة إعلانية كافية، ما عندناش كفاءة في رجال البيع، عايزين نعرف ايه السبب. ضعف ميزانية الإعلان مثلا، ايه السبب ان هو عندنا مشكلة؟ ساعتها احنا مش عارفين المشكلة فين بالظبط، يبقى احنا بنقوم بعمل دراسة استطلاعية. يبقى من خلال الدراسة الاستطلاعية بيتم التوصل الى ان انخفاض كفاءة النشاط الترويجي لهذه الشركة بيؤثر على حجم المبيعات لهذه الشركة، وبالتالي حجم الارباح بتاعتها. يبقى التحديد الدقيق للمشكلة بيؤدي الى التحديد الواضح لهدف البحث التسويقي، تحديد المنهج المستخدم في البحث، نوع وطبيعة البيانات اللازمة، مجال ومصادر البيانات، الفروض السليمة والواقعية للمشكلة. يبقى نقدر من هنا نقول ايه هي المشكلة او نعرف المشكلة على اساس ايه. هنقول ان المشكلة في النهاية هي عبارة عن عبارة استفهامية بتشير الى وجود علاقة ما بين متغيرين او اكثر. يبقى هي علاقة ما بين متغيرين او اكثر. طب عندنا ثلاث معايير للحكم على وجود مشكلة، يبقى لازم المشكلة ده هي تعبر عن علاقة ما بين متغيرين او اكثر. يجب ان تصاغي المشكلة بوضوح وبدون غموض في شكل السؤال، السؤال بيكون شكل واضح تقدر تفهم هو عايز يوصل لايه. ان تتاح فرصة اخضاع عبارة المشكلة بمتغيراتها القياس، يمكن قياسها، يمكن اخضاعها للاختبار التطبيقي، يمكن قياس المتغيرات بتاعتها. دي المشكلة. تاني حاجة عندنا تكوين الفروض. تكوين الفروض ايه هي الفرض؟ الفرض هو عبارة عن عبارة تخمينية، هو عبارة عن سبب محتمل للظاهرة محل الدراسة. يبقى السبب ده قد يثبت صحته، قد نقول بعد كده ان العبارة التخمينية او السبب المحتمل ده هو صحيح، او انه هو غير صحيح،
او ان هو صحيح جزئيا، مش كله صحيح ولكن جزء منه بس هو اللي صحيح. طيب الفروض قد لا تكون مفيدة اذا كانت الدراسة وصفية وليست تحليلية. ايه هي الدراسة الوصفية؟ الدراسة الوصفية اللي هي عبارة عن محاولة فهم الظاهرة المدروسة دون محاولة توضيح سبب حدوثها. احنا بنفهم الظاهرة المدروسة ولكن هي حدثت لما لناش دعوة بيه. البحوث التحليلية الموجودة عندنا اللي هي فهم المتغيرات التي تسبب حدوث الظاهرة. يبقى دي الفرق ما بين البحوث الوصفية والبحوث التحليلية. البحوث التحليلية الهدف منها ان احنا نفهم المتغيرات اللي بتسبب حدوث الظاهرة. يبقى الفرد بيستخدم في الدراسات التحليلية. يبقى ففي هذه الحالة لا توجد حقائق او اضافة جديدة، وبالتالي لا يوجد لها فروض. في الدراسة الوصفية ما عندناش حقائق او اضافة جديدة، وبالتالي لا يوجد لها فروض. طيب ايه الفرق ما بين الافتراض والفرض؟ يعني الناس يجي يقولك ايه الافتراض هو الفرض، ايه الفرق ما بينهم؟ الافتراض هو مسلمات لا تحتاج الى اثبات او برهنة، بل هي معطيات تبنى على دراسات. زي ما نقول مثلا التربية الاسلامية لها دور كبير في مواجهة العولمة. ده معنى ايه؟ التربية الاسلامية لها دور كبير في مواجهة العولمة. ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن مسلمة من المسلمات. الفروض تكون قابلة للصدق او الكذب. الافتراضات هي مسلمات للبحث تستخدم للبرهنة على قضايا اخرى. طيب الفرض ليه معايير عشان يكون فرض سليم. علاقة ما بين متغيرين يجب اخضاعه بوضوح للقياس واختبار العلاقة ما بين المتغيرات. يجب ان هو يتصف بالدقة والايجاز والمنطقية واتساقه الداخلي. الفرض نوعين، عندنا فرض صفري او يسمى فرض عدمي اللي هو العلاقة ما بين المتغيرات يساوي صفر، اي انه لا يوجد علاقة ارتباط ما بينهم، او انه ساعات يقولك لا يوجد علاقة ذو دلالة احصائية ما بين مثلا حاجتين، ما مثلا نوع المستهلك سواء كان ذكر او انثى، ما بين المبيعات من الاجهزة الكهربائية. ده فرض عدمي، لا يوجد علاقة ما بين المتغيرين ما بين نوع المستهلك وما بين المبيعات من الاجهزة الكهربائية. او الفرض البديل ساعات بيسموه فرض بحثي، بيشير الى وجود علاقة ما بين المتغيرين، زي مثلا اما نقولك مثلا نمط القيادة بالمشاركة بيؤدي الى زيادة الانتاج، يبقى ده فرض بديل. يبقى الفروض اللي بتفسر سلوك الظاهرة او اسباب المشكلة، بيقوم الباحث تحديد العلاقات السببية ما بين المتغيرات، من هو المتغير المؤثر ويسمى المتغير المستقل اللي هو الاندبندنت فاريابل، في عندنا المتغير المفسر المتغير التابع اللي هو الديبندنت فاريابل. مشكلة البحث وفرضها هما عنصرين مترابطين وعلى علاقة طردية. طيب تظهر أهمية الدراسة الاستطلاعية، أهميتها في ايه؟ عند تحديد المشكلة وتكوين الفروض. اما بين نعمل دراسة استطلاعية بنكون عايزين نحدد معالم المشكلة، بنكون عايزين نحدد جوانبها، ابعادها، مكان المشكلة، المشكلة دي فين موجودة، فين كبيرة المشكلة، كبيرة قوي ولا مشكلة صغيرة، ايه الهدف من معالجة المشكلة، حصر جميع الفروض، ايه جميع الفروض التي تسبب تفسر اسباب حدوث المشكلة، تحديد الفروض المحتملة للمشكلة، ونستبعد الفروض اللي هي غير محتملة للمشكلة دي. تصميم وبناء النموذج. النموذج هو عبارة عن تصميم لنظام معين بغرض دراسة خصائص هذا النظام او النظام ككل، او هو عبارة عن تفسير مبسط لظاهرة حقيقية، او تصور مبسط للجوانب والاجزاء المميزة للنظام الواقعي والعلاقات المتبادلة ما بين هذه العناصر والاجزاء. طيب ايه خصائص النموذج؟ النموذج يمثل الواقع، لازم النموذج اللي عندنا بيكون يمثل الواقع.
النموذج يجب أن يكون يتصف بالبساطة لأنه بيشمل على التفاصيل الضرورية فقط. يعني احنا لما بنيجي نعمل النموذج دوت او الموديل بيكون بيحتوي على حاجات مختصرة، هي التفاصيل المهمة فقط. النموذج بيعكس العلاقة ما بين يعكس العلاقات المكونة للنظام. طب ايه ليه احنا بنستخدم النموذج؟ عشان نوفر الوقت والجهد، عشان نسهل على متخذ القرار الفهم، عشان نساعد على التعديل بسرعة وفعالية. هنحط الجزء ده مكان الجزء ده بسرعة، ان احنا فتح اتجاه ومدخل النظم لحل المشكلات، نمكن الادارة من تحليل البدائل، نعطي صيغة نمطية لتحليل المشكلة وحلها، اداة لتقييم البدائل والحلول المختلفة لمعالجة. منكم بس ان انتوا تعرفوا المفهوم بتاع كل نموذج في الحتة ده. هي انواع النماذج في عندنا من حيث المكونات ومن حيث الهدف ومن حيث التحديد. المكونات في بس غلطة هنا، ان المكونات هي شبيهة وقياسية ورياضية التلاتة مع بعض. في الرسمة مش حاطط الرياضية مع الهدف، لا انتوا غيروها، خلوا النماذج الرياضية مع المكونات. من حيث الهدف في عندنا نماذج وصفية ومعيارية. من حيث التحديد عندنا نماذج محددة ونماذج احتمالية. المكونات في عندنا نماذج أيقونية اللي هي نسخة مادية للشيء المراد التعبير عنه، تصوير للواقع وتبسيطه، يا اما احنا بنصغر يعني يعمل لك مثلا مجسم صغير لشكل مثلا معين لمبنى مصنع او مبنى تلفزيون او سيارة او طائرة، دي اسمها نماذج أيقونية او نماذج شبيهة. النماذج القياسية اللي هي التعبير عن النموذج بمتغير آخر، يعني حجم المخزون بنستخدمه بنعبر عليه بعدد الامتار، خريطة ما بنوضح عليها نموذج للمناظر ان بنحط عليها المدن والطرق والتضاريس، يبقى ده هي ايه اسمها نماذج قياسية. نماذج رياضية نماذج اساسية للظاهرة او المشكلة برموز، هي نماذج بنستخدم فيها ارقام، بنستخدم فيها متغيرات رياضية، بنستخدم فيها معادلات متباينات. بتنقسم الى النماذج الرياضية قد تكون ثابتة، قد تكون تغطي فترة واحدة، ديناميكية بتغطي فترات متعددة باستخدام بيانات جديدة في كل مرة، قد تكون محددة من السهل التنبؤ بيها، قد تكون احتمالية يتسم سلوك متغيراتها بالتغير وعدم التأكد. من حيث الهدف عندنا نماذج وصفية بتهدف الى وصف الحقائق والعلاقات القائمة فعلا، وفي عندنا نماذج معيارية ما يجب ان يكون، يبقى مش الوضع الحالي، لا مفروض هيبقى الوضع بعد كده ايه، او الافضل ان هو يكون ايه. بيقترح الحلول المثلى، بيضع الحلول افضل الحلول لبعض عناصر النظام لزيادة كفاءة وفعالية النظام الحالي. من حيث التحديد عندنا نماذج محددة ونماذج احتمالية. النماذج المحددة هي النماذج التي تصف عمليات النظام بشكل دقيق، هي نتيجة تصرف تكون محددة إلى حد كبير، بيرتبط بها سلوك نتيجة محددة زي نماذج البرمجة الخطية واللا خطية. يبقى نماذج البرمجة الخطية واللا خطية من النماذج المحددة، يبقى نقط يبقى المحددة. نماذج احتمالية هي التي لا يكون فيها التنبؤ بدرجة مؤكدة، تتضمن قدر من عدم الثقة من عدم التأكد، ترتبط بسلوك عدد من النتائج قابلة الحدوث باحتمالات معينة، يمكن استخدامها في تحليل المشاكل التي يكون فيها القدرة على التنبؤ دورا واضحا. زي ايه النماذج الاحتمالية؟ قالك زي نماذج المحاكاة ونماذج التنبؤ. يبقى نماذج المحاكاة والتنبؤ من النماذج نقط اللي هي النماذج الاحتمالية. طيب مثال لبناء النموذج، المثال ده يمكن مش مكتوب عندكم في الكتاب بس انا عايزة افهمه لكم. مشكلة مثلا عندنا مشكلة تدني مستوى الكفاءة الانتاجية. ايه الهدف؟ الهدف ان احنا عايزين نزيد الكفاءة الانتاجية. طيب عشان نزيد الكفاءة الانتاجية قدامنا عدد من البدائل، يا اما اعداد برنامج لتدريب العاملين، ان لقينا العاملين عايزين يتدربوا فاحنا بنعمل لهم برنامج عشان ندربهم، يا اما نعمل تصميم خطوات للعملية الانتاجية، يا اما مثلا
نعمل فريق من المنتجين، نخلي مثلا عندنا وقت إضافي للعمل، أو إن احنا نجدد المعدات والآلات المستخدمة. طيب الحالات المقترحة حديثها لكل بديل، كل الحالات المقترحة ديت هنستخدمها لكل بديل من البدائل الآتية. احنا بس ادينا لكم مثال هنا على البديل الأول اللي هو ايه، إعداد برنامج تدريب العاملين. عشان نعمل إعداد برنامج لتدريب العاملين يبقى ايه الحالات المقترحة لكل بديل؟ أول حاجة أن يكون عندنا إدارة محلية ذات كفاءة لإعداد البرنامج، يا إما ندرب العاملين إزاي، يكون عندنا إدارة محلية لإعداد البرنامج، أو يكون عندنا إدارة خارجية ذات كفاءة عشان نعد البرنامج، أو إن إحنا نحدد للعاملين مين هما العاملين اللي سيدخلون برنامج التدريب، أو إن إحنا نحدد مدة التدريب المناسبة وتحديد التكلفة الاقتصادية لعملية التدريب. عايزين ايه العوائد المتوقعة او المنافع اللي احنا عايزين نحصل عليها؟ هي ان احنا نفرق ما بين الناتج المتوقع بعد التدريب والناتج الحالي. لو زاد الناتج المتوقع بعد التدريب يبقى فعلا قدرنا عن طريق التدريب نزيد الكفاءة الانتاجية. ده كان مثال بسيط قوي لمثال لبناء النموذج. طبعا الاجزاء اللي انا شرحتها هي بس اللي انتوا ملتزمين بيها، الاجزاء التانية وانتوا غير ملتزمين فيها، معنى ذلك ان بقية الفصل مش معانا في اي حاجة بالامتحانات، والجزء الباقي يعتبر ملغي. شكرا ليكم، وان شاء الله نتقابل على خير في المحاضرة الجاية. شكرا.